اهلا بيكو، وده فيديو مش جديد. ده الفيديو اللي انا كنت مسجلاه لايف، نظفته وعملت له اديتنج عشان يبقى مختصر، لان الفيديو التاني كبير قوي مدته ساعتين تقريبا، فحبيت ان انا اعمل حاجة مختصرة. اللي عايز يشوف بالتفصيل يقدر يروح الفيديو الاولاني مكتوب عليه ميك اب لايف، وهحط لكم اللينك بتاعه تحت، مفيش مشكلة. هتلاقوا بقى يعني بالتفاصيل المملة بقى، يعني فيديو مدته ساعتين ما بيخلصش. هنا انا حبيت اعمل عين جريئة شوية، استخدمت كذا باليت، استخدمت ناتاشا دنونا، واستخدمت سالتري، واستخدمت مورفي دار تو كرييت. واللون الميك اب ده اللي هو اللون الشادو يعني اللي معايا النهارده ميدلي، اللي هو اللون الجنزاري اللي هو الازرق المخدر ده، طلع موضه قوي يعني. عامله فوكس جامد قوي على العين. وبعدين بعد كده بقى لما جيت ادخل في الشفايف ما عملتهاش سيمبل كمان، لا يعني هو اللون يعتبر سيمبل، بس انا عملته بتكنيك، يعني عملت تكنيك اللي هو الديجرادي اللي او بيسموه شيدد ليبس او ليبس، او ساعات بيسموه امبرد ليبستيك، اللي هو زي ما هتشوفوا دلوقتي. ببتدي من الجناب بالالوان الغامقه، وبعدين ببتدي افتح. وهنا انا بفنش العين، على الرغم ان هي تقيله قوي، بس برضو يعني الالوان متسيحه كويس، والعين متكحله حلو قوي، والايلاينر. وكان ممكن اكتفي على فكره بكده وما اعملش ايلاينر، بس انا عارفه ان احنا كمصريين وكعرب بنحب الايلاينر، فقلت ان انا اعمل لكم الايلاينر. عملت الكحل اسود في كحل قلم ازرق من ميك اب فور ايفر، الاثنين مع بعض. ابتديت بالاكوا سيل اللي هو بتاع ميك اب فور ايفر، وبعدين بعد كده دخلت بقى بالكحل الاسود بتاع ماك. ما استعملتش ايلاينر بمعنى ايلاينر، لا كله اقلام على فكره، مفيش ايلاينر في الموضوع. في بس حاجه كده بين الرموش، حطيت كام نقطه كده اسمها لاش لاينر من كات فون دي، دي اللي انا حطيتها. وحطيت كمان بالمناسبه رموش بتاعت نيفر، رموش مش مينت، لا رموش حرير لسلك، شكلها حلو قوي في التصوير يعني، لان التقيله التانية دي ما بقتش موضه خالص، راحت عليها. وكمان بتخفي الرسمه بتاعت العين، الواحد بيبقى تعبان في الرسمه قد كده، يحط المينك لاشز، ابص الاقي الرسمه اختفت ومش باينه خالص يعني. اهو هنا بقى العين خلاص كده تقريبا بتخلص. اهو شايفين بيطلع ازاي بالقلم، مش ايلاينر في الموضوع خالص. والحواجب على فكرة كمان انا ما استخدمتش قلم حواجب، انا عملتها باتنين مسكرة، مسكرة من الاول مسكرة من ماك بني، وبعدين مسكرة حواجب برضو ذهبي كده من أناستاسيا بيفرلي هيلز، علشان موضة دلوقتي الحواجب تبقى متسرحة من فوق وما تبقاش ديفايند، يعني تبقاش مرسومة، تبقى شوية سبايكي كده. واستعملت طبعا هايلايترز كتير، استعملت جولد دروبس بتاعت كوفر اف اكس، واستعملت الباليت بتاعت اوفرا. وزي ما انتم شايفين الكونتورنج انا بعمله بفاونديشن غامق، ستيك فاونديشن من ميك اب فور ايفر اتش دي. انا بحدد الوش مش بس بالكونتورنج الغامق، انا بحدده كمان بالكونسيلر الفاتح، الاثنين بيدوا تحديد، مش الكونتور لوحده يعني.
الرقبة يا جماعة، متنسوش الرقبة لما تيجوا تعملوا كونتور. لو انتي مش محجبة لازم تعملي الرقبة كمان عشان يبقى الوش متناسق مع الرقبة. التحديد كمان بتاع الشفايف زي دايما بقول لكم بالكونتورنج بيسهل قوي، بيسهل قوي لو انت هتستعملي بقى الشفايف اللي انا بعملها دي اللي هي الشيدد ليبستيك او الامبر ليبستيك او جريدد ليبستيك، كل دول مسميات واحدة للموضوع. وبسيح بنفس الفرشة اللي انا عملت فيها الفاونديشن. لو شايفين بعيد التحديد زي ما بقول لكم يعني فوق الكونتورنج، يعني تحت الكونتورنج بعمل كمان تحديد بالكونسيلر التارت عشان ابرز اكتر. تنسوش كمان فوق الشفايف والدقن برضو والمراخير بقى، لما بتاخديها زي كده يمين وشمال دي بتصغر جدا المراخير. تحطي كده خط يمين وخط شمال وتسيحيه، بيعمل معجزة في المراخير. هو الهايلايتر دروبس بحط معاهم كمان نقطة روج كده من الباليت بتاعت أناستازيا بافل هيلز. ليه بقى؟ لما بحط الروج ده كبلاشر كده في الأول واجي بحط بعد كده البلاشرز والهايلايترز ما بيطلعش بسهولة. هنا بس يعني قلم خفيف قوي كده بس في النهايات تقريبا، وبعد كده الاتنين ماسكارا. انا كنت ناسي ان انا عملت القلم ده. وده اللي بقول لكم عليه الكات فون دي اللي بين الرموش. هنا الأفرة بقى حطيت اللون الروز ده كبلاشر، وبعد كده حطيت بقى الالوان الروز جولد فوقيه. وبقيت بستعمل في الموضوع ده الفان براش الصغيرة خالص عشان ما احطش كميات كبيرة وارجع تاني اشيلها بالباودر وشغلانة يعني، فكده بيبقى اسهل. اهو جينا بقى للروج، وده ببتدي بقى بالغوامق كده من الجناب، وبعدين هتلاقوني بحط لون ابيض كده في النص وارجع احط عليه الوان فاتحه واخلط عشان عايزه اعمل كذا كذا شيد. فالابيض ده بيسهل لي ان انا اعمل كذا شيد. وبعد كده بحط عليه لون روز كده باودر روز كده على لون كده زي لون الجلد كده اللي هو بواد روز في النص، بيدي منظر حلو قوي. فده لوك كده تقيل وناعم في الاتنين في نفس الوقت. طبعا مش اي حد بيحب اللوكات التقيله دي، بس اي حد ممكن يعمل ميك اب خفيف. بس الحاجات التقيله دي بقى اللي بتبين القدرات بتاعت الميك اب ارتست. لو عجبكم اللوك بقى متنسوش تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك وتعملوا شير، وتابعوني على الانستجرام والفيسبوك، واشوفكم في لوكات تانيه.